เวลาในรอบวันเวลาสุดท้ายของการละหมาดนะครับซึ่งจะมีระยะเวลายาวนานที่สุดเนื่องจากว่าเมื่อแสงในช่วงเวลาเย็นนั้นหมดลงมักริบก็หมดลงหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาอิชาซึ่งเริ่มต้นตลอดคืนจนกระทั่งมาสิ้นสุดตอนประมาณแสงอรุณจริงขึ้นนะครับก็ประมาณเกือบตีห้าโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้อาจจะแบ่งได้เป็น3ช่วงด้วยกันนะครับตามสุนนะของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วให้เราใช้ช่วงเวลาที่เริ่มต้นเวลาถ้าหากว่าเราไม่ได้มีภารกิจใดๆหรือมีความต้องการที่จะละหมาดในยามค่ำคืนก็จะละหมาดในช่วงต้นๆเวลาแต่หากว่าท่านใดมีความต้องการที่จะละหมาดในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็ให้ลุกขึ้นมาละหมาดช่วงดึกๆได้นั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ท่านศาสดาทำไว้แล้วในวิถีชีวิตของท่านในช่วงเวลากลางคืนจะเป็นช่วงที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจหลายๆอย่างนะครับแต่ที่เป็นสิ่งจำเป็นในเบื้องแรกที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันก็คือการละหมาดอิชาซึ่งมี4รอกอะฮ์คล้ายกับการละหมาดดูรีหรืออัสรีหรือการละหมาดในช่วงเวลากลางวันและเวลาเย็นข้อแตกต่างนะครับก็คือในช่วงเวลากลางคืนสำหรับคนที่อ่านนำหรือเป็นอิหม่ามเนี่ยก็จะอ่านเสียงดังหรือถ้าหากว่าเราละหมาดคนเดียวเราก็อ่านออกเสียงได้ด้วยนะครับมี2เวลาในช่วงมักริบอิชาแล้วก็อีก1เวลาตอนช่วงก่อนที่รุ่นอรุณวันใหม่จะมาก็คือละหมาดซุบฮี3เวลานี้ผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจอ่านเสียงดังนะครับอยู่คนเดียวก็อ่านพอได้ยินและถ้าหากว่าเป็นอิหม่ามก็อ่านให้ดังพอที่มะมุมจะได้ยินส่วนอีก2เวลาคือละหมาดดูรีกับอัสรีนั้นทั้งอิหม่ามและมะมุมไม่ว่าจะละหมาดคนเดียวหรือละหมาดตามกันก็อ่านเสียงเบาด้วยกันทั้งคู่นะครับวิธีการก็จะเป็นอย่างที่เราจะสาธิตดังต่อไปนี้นะครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبرسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كن يا أيها الكافرونلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيمسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله